ميسان، أولى فقراتنا لليوم رح تكون مع الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، المرض يلي ممكن يكون شرارة صغيرة لكن بالوعي والإرادة بتحول لمرحلة صعبة بتنتسى مع الزمن. لهيك اليوم مع الدكتور علي غزاوي أخصائي في علاج الأورام رح نتعرف سوا على الكثير من النصائح يلي ممكن تساعد السيدة بالحفاظ على صحتها. فهل ممكن أنه خطوات توفقينا من سرطان الثدي؟ واليوم شو ممكن يعني الفحص المبكر وقدي ممكن يساهم بهذا الموضوع؟ كل هالتفاصيل رح نناقشها معك دكتور. أهلا وسهلا فيك وسعد صباحك. صباح النور، أهلا فيكم جميع المتابعين. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية مثل ما منعرف أنه شهر تشرين الأول هو كان وردي للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه. خلينا نبدأ مع لكل صبية هلأ وسيدة عم بتتابعنا، قديش الكشف المبكر هو وسيلة كتير قوية للوقاية من سرطان الثدي؟ طبعا هلأ نحن كل سنة في عنا شهر تشرين الأول أكتوبر، نعم، اللي بيكون فيه تركيز خاص على السيدات من أجل الذهاب والكشف المبكر عن سرطان الثدي. حاليا طبعا هو بتغير على مستوى العالم هذا الشهر والحملة هاي. هلأ في عنا نحن مشكورة جهود طبعا وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، وقناتكم الكريمة، والجمعيات السورية والمبادرات الشبابية وفرت الاستقصاءات الشعاعية بشكل مجاني على مدار هذا الشهر. طبعا الكشف المبكر له أهمية كبيرة من خلال أنه بيكشف لنا المرض بمراحل باكرة، نعم، وهالشي ممكن يؤدي إلى تحسن الإمراضيات المتعلقة بالجراحة والعلاجات المتممة، وأيضا يؤدي إلى إنقاص نسبة الوفيات تتراوح بين 10-30% تقريبا. نعم. لذلك فله دور أساسي من خلال عدة الوسائل المتوفرة حاليا في كافة المراكز بالمشافي والمراكز الخاصة. تمام دكتور. بشكل عام نسمع كتير دائما نقول الوقاية خير من قنطار علاج. في مسببات كتيرة لسرطان الثدي، لكن الوقاية كيف بتكون؟ يعني قبل ما يتم الكشف عنه بشكل عام، الامرأة كيف بتقدر انه هي توقي نفسها صحيا من الإصابة بمرض سرطان الثدي؟ تمام. هلا نحن لنعرف شو هي الوقاية لازم نعرف شو السبب. هلا اغلب حالات سرطان الثدي مجهولة السبب، يكون بسبب خلل جيني مكتسب لا يورث، فلذلك نحن ما فينا نتنبأ امتى راح يصير هالخلل وكيف فينا نعاكسه. بس هالخلل لحاله ما بيشكل سرطان ثدي، وانما في هناك معه عوامل خطوره. هاي عوامل خطوره نحن اللي ممكن نتدخل عليها ونعمل وقايه ما يتطور المرض اكثر من هيك. هلا اذا بدنا نعرف شو هن عوامل الخطوره، طبعا بندرجوا معنا اهم شيء هو العمر، بعدين في عنا الجنس طبعا الانثى، في عنا عوامل هرمونيه، وفي عنا عوامل جينيه، وفي عنا عادات غذائيه. هلا اهم اثنين هن الجنس والعمر، العمر فوق 40 سنه والجنس الانثى. هدول ما فينا ندخل عليهم كثير، ولكن في العوامل الهرمونيه، التعرض المديد للهرمونات الجنسيه الانثويه البروجسترون والاستروجين بيؤدي الى زياده خطر الاصابه بسرطان الثدي. ففي حال كان عندنا بلوغ باكر قبل 12 سنه، يمكن دكتور احيانا بينعطى هذا الدواء في حال كان في ما في حمل للمراه، بيكون بينعطى يمكن بجرعات زياده. هلا لا، يمكن لازم ننوه لكل اللي عم يسمعنا انه احيانا هيدي الجرعات زياده ممكن تحرض شيء معين بالثدي لعند المراه يعني. ايه تمام. هلا نحن يعني متى العوامل الهرمونيه، في عنا الظهر المتأخر أكثر من 55 سنة، في عنا عدم الإنجاب، أول حمل تام بعد سن 30 تماماً، أو أخذ هذه العلاجات عن طريق حبوب منع حمل أو معالجة هرمونية مريضة. طبعا هدول فينا نعدلهم نحن ونراجع الطبيب الاختصاص النسائية، حتى إذا بدنا نتناول حبوب منع الحمل أو معالجة هرمونية تكون تحت إشرافه ومقارنة الفوائد مع المخاطر. غير العوامل الهرمونية في عنا العوامل الجينية، هي اللي بتتورث، ومن المعروف أنه نسبتها من 5-10% من سرطان الثدي. هي وخاصة في عنا مورثات البركة اللي بتشكل 50% منهم، اللي حاملات مورثات البركة عندهم خطورة لتطوير سرطان الثدي خلال حياتهم. شو هي المورثة عفوا؟ المورثة هي تعمل على إصلاح الدي إن إيه. نحن بنعرف إنه الخلية بالجسم بتضل بحالة انقسام وحالة راحة، لما يصير في حالة انقسام يصير في عنا أخطاء، هي الطفرة مسؤولة عن تصليح هاي الأخطاء مشان ما تشد الخلية وتصير خلية سرطانية. لما يصير في طفره بهي المورثه بصير الاصلاح في عيب بالاصلاح، وبالتالي في عندنا خطوره لتطور خلايا ورميه. تقريبا ما يعادل من 50-85% ممكن خطر اصابه السيدات الحاملات البركه بسرطان الثدي. نحن متى ما تاكدنا انه في عندنا مورثه بركه من خلال التحاليل الجينيه، فينا نتدخل من خلال اجراء استئصال جذري ثنائي جانب للثديين
واللي بيحميها من إصابة سرطان الثدي معدل 90-95%. كمان عنا العادات الغذائية ممكن تتدخل بيكون عامل خطورة مثل البدانة، وخاصة البدانة بعد عمر 18 بترفع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بعد سن الضهي، وفي عنا أيضا تناول الكحول. لذلك الغذاء الصحي والمتوازن، ممارسة الرياضة والنشاطات الفيزيائية، وأيضا تجنب شرب الكحول كمان يقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي. تمام. يعني يا دكتور مثل ما قلت الفحص المبكر هو وسيلة كتير كبيرة للوقاية. أحيانا بيتم فحص للسيدة بيكون شاكة بعقد يمكن بصدرها أو ناح الأبط ممكن، بس بتطلع هالعقد حميدة خلينا نقول الحمد لله يعني، فبيتم استئصالها. شو العوامل أيضا اللي ممكن تتحول أو تحول هيدا العقدة الحميدة لشي لا سمح الله يكون سرطاني أو ورم؟ تمام. هلا نحن بموضوع ما يخص انه عملنا مسح او فحص سريري ولقينا في كتله، طبعا نحن عندنا عده معايير في الكتله هي، قد تكون كيسيه او صلبه او مختلطه، فيها مركبه صلبه ومركبه كيسيه. بعد ما نعمل الماموجرام بيعطينا خمس معايير بتتدرج من الواحد للخمسه، الواحد واثنين سليمات، الثلاثة غالبا سليمة، والأربعة مشتبهة، والخامسة مشتبهة بشدة. وبنلجأ كمان إلى الإيكو لنميز نوع هاي الآخر هل هي كيسية. نحن أول شيء بنعتمد على الماموغرام والإيكو، طبيب الأشعة هو اللي بوجهنا. في حال كانت درجة ثلاثة أي أنه غالبا سليمة، ممكن هون ضمن القصة العائلية إذا ما عنده عوامل خطورة أخرى بنلجأ فقط من كثف المراقبة، أو ممكن نلجأ إلى الخزعة في حال وجود قصة عائلية. إذا كان في عنا درجة رابعة وخامسة هون حصرا لازم نتجه باتجاه الخزعة، وحسب نتائج الخزعة ببيانة إذا في عنا ورم سليم أو ورم سليم مع علامات خطورة ليتحول أو آفة خبيثة. دكتور أحيانا ينصح باستئصال الورم الحميد إن وجد أو لا ينصح باستئصاله، ولا حسب درجة الخطورة؟ بعد ما نعمل خزعة، نحن بعد ما عملنا خزعة في عنا نتائج بالتشريح المرضي بتأكد أنه في عنا خلايا قد تكون شاذة، أو في عنا فرض تصنع بعدة خلايا. طبعاً نحن في بنسميه نحن التغيرات التكاثرية، في حال وجود هذه التغيرات التكاثرية لازم نروح نستأصل هذه الكتلة بشكل كامل. تكاثرية يعني حميد؟ هو ورم سليم بس في بعض التغيرات التكاثرية فيها بيكون فرض تصنع بالخلايا، أو أنه هاي الخلايا صار شكلها لا نموذجي. متى ما وجدنا هدول المعايير هون لازم نروح للاستئصال الجراحي. بعد الاستئصال الجراحي طبعا بنضل على المراقبة بس منكثفها شوي، وممكن نتداخل ونعطي أدوية هرمونية بشكل وقائي من التاموكسفين والرالوكسفين والأروماتاز إنهيبيتور. تمام. نعم. يعني يا دكتور يمكن بخلال هذا الشهر والحملات اللي صارت سواء كان بجهود مبذولة من وزارة الصحة وأيضا التلفزيون، يعني صار في إعلانات كتير كبيرة للتوعية بالكشف المبكر، كيف لقيت الإقبال على الماموغرام، على التصوير، على الفحص يمكن هذا الشهر بالذات وخصوصي في هذا الكم من نحن بالمقارنة مع السنين الماضية بالفعل كان في إقبال هاي السنة كتير كبير. عم نشوف في عنا زيادة بالوعي، زيادة بالإدراك لمخاطر وفوائد الفحص المبكر. فعم نشوف كتير سيدات راجعوا وعملوا الفحص الدوري. طبعا عنا نحن بمركز الأمل كمان خلال هالشهر ما يقارب أكثر من 600 حالة مسح عبر الإيكو والفحص السريري، طبعا باستمارات محددة. طبعا نحن أول المريضة لازم ناخد قصة مرضية، لازم ناخد معلومات كاملة عن عوامل الخطورة. نعم. اللي حكيناها قبل. نعم. ونميزها هل هي مريضة زائدة الخطورة أو معتدلة الخطورة، وحسب كل نوع نحن في إنه برنامج معين. فمشكورين مركز الأمل طبعا. هلا 600 حالة هدول كان أغلبهم حالات طبيعية، في بعض الحالات كانت عبارة عن كيسات هي لا تستدعي أي إجراء، وفي بعض الحالات اللي كانت مشتبهة طبعا تندرس ضمن فريق أو تيم عمل من أخصائي جراحة مع أخصائي تشخيص شعاعي مع أخصائي الأورام بيقرروا فيما بعد إذا بدنا نأخذ خزعة أو نروح للاستئصال الجراحي فورا. تقريبا دائما بنقول أنه كل سنة أو كل فترة لازم يكون في فحص للإمرأة، أنه تقوم بفحص لسرطان الثدي عن طريق الماموغرام أو عن طريق الإيكو. بحال كان في قصة مرضية بالبيت أو بالعائلة، كل قديش لازم يكون في كشف؟ نعم. هلا نحن قلنا منصنف السيدات معتدلات خطورة وهي النسبة الغالبة،
وفي منهم عاليات الخطورة. هلا عاليات الخطورة مين هن؟ هن اللي بيحملوا مورثات البركة، هن اللي عندهم إصابة شخصية، يعني صار في عندهم سرطان ثدي أيسر فلازم نراقب للأيمن باعتبار أنه مرض شافي فبتعيش مدة طويلة. كمان في عنا اللي أخذوا علاج شعاعي بسن الطفولة على منطقة الصدر في سياق معالجة لمفوما أو أي شيء ثاني. أيضا في عنا العوامل الخطورة الأخرى، نحن بنعمل لها نسب، مو كل قصة عائلية تعتبر عامل خطورة، وإنما في معايير إذا أخذت ريسك أكثر من 20% هون بنعتبرها عالية الخطورة، أو إذا في إصابات هاي التغيرات اللي حكينا عنها التكاثرية موجودة بخزعات سابقة. دكتور حكيت عن موضوع الالتهابات الليمفاوية أو شيء، وهي يمكن كتير منشوفها عنده عن عقد نسمع عقد لمفاوية ملتهبة التهبة العقد. هذا الموضوع ممكن يكون له علاقة بسرطان الثدي، وشو خطورة وجوده؟ طبعا نحن الآفات الالتهابية اللي بتصير بالثدي لا تملك نسبة خطورة للتحول أبدا، يعني 0%. قد تكون عبارة عن خاصة بعد الولادات والإرضاع ممكن يصير في عنا التهاب بأقنية الثدي، ممكن يصير في عنا خراجات إثر رض معين، فهون ساعتها بصير في عنا كتلة مشسوسة يمكن تتضخم العقد اللي بالقبض، وهي حالات سليمة جدا جدا، يعني ما بتحتاج إلا معالجة بالمصادات الحيوية. تمام، ما في إلا قصدي خطورة بشكل عام، يعني هون دايما بنشوف الامرأة صار في عندها حالة توتر من أي موضوع. أي شيء بيصير بشكل حاد هو شيء غالبا مطمئن وسليم. تمام. لأنه الأورام الخبيثة بتأخذ سنين طويلة لحتى تتطور وتصير كتلة مجسوسة. نعم، يعني في حال جت سيدة وكاين عندها سابق سرطان قديم يمكن وتم الشفاء منه ورجعت حست انه خلينا نقول بالثدي الثاني انه صار في كمان مثل نوع من الكتلة، فهذا بيكون لها إجراء آخر عن السيدة اللي هي ما كان فيها شيء؟ لا، نحن المريضة اللي عندها قصة سابقة بسرطان ثدي هو بنعتبرها عالية الخطورة، فبدأت تلتزم أنه نعمل لها ماموغرام سنويا من لحظة التشخيص. هيدا للوقاية، هاي مراقبة بس كل سنة بصير، متى ما كان عمرها فوق 30 نصير نعمل لها ماموغرام للثدي الآخر سنويا. نعم. دكتور، حكينا قبل شوي عن أنه استئصال الكتل حتى الحميدة، كنا عم نحكي عنها أنه ممكن في بعض الأحيان يتم استئصالها. بشكل عام استئصال الكتل الحميدة إذا كانت موجودة هذا الشيء بيساعد بأنه ما يتكرر حدوث كتل أخرى؟ لا طبعا، نحن الموضوع الكتل السليمة في كتير أنواع، في شيء أشيع من شيء. هلا نحن بعد فوق عمر 30 بشي عنا الداء الكيسي الليفي، طبعا بتشخص عن طريق الخزعة او الصور الشعاعية، وتحت عمر 30 منتشر، يعني هذا داء بيكون ثنائي جانب عادة في اكثر من بؤرة، داء كيف يعني كيسي ليفي سليم. تمام، بس بالخزعة بتأكد سلامته وبضل على مراقبة. وتحت عمر 30 في عنا الورم الغدي، الورم الغدي اللمفاء الليفي طبعا كمان هذا ورم سليم بس لازم يتشخص بالخزعة. هلا الأورام الحميدة بالغالب بنلجأ للاستئصال الجراحي فقط في حال وجود أعراض حاسة أو في انزعاج منه أو كناحية جمالية، أما نسبة التحول للسرطانات خبيثة فهي كتير كتير ضئيلة. يعني دائما الكشف المبكر يمكن هلا من خلال الحملة اللي موجودة عم يتم التوعية بشكل كبير للكشف المبكر، قديش مهم انه يكون في كشف مبكر لتجاوز عقبات كتير خطيرة. يعني احيانا المرأة بتوصل لمرحلة من الخطورة هي لسه ما انا حاسة فيها، قديش لازم لا تفحص؟ لكل السيدات هلا اللي عم يتابعونا وخايفين من الماموغرام شو بتقلهم دكتور؟ هلا طبعا نحن بهمنا صحتك انت، يعني امنا واختنا وبنتنا وخالتنا وعمتنا، نحن خايفين عليكي، فبدنا نتجاوز انت خوفك. يعني اكثر شيء بمنع السيده من انه نروح تفحص خايفه يطلع في شيء. طبعا احنا يعني اذا خايفه ما راح يروح هذا المرض، يعني بالعكس بعدين راح يكون يكبر اكثر واكثر. بالعكس انت اذا يعني بتديري بالك على حالك وبتروحي بتفحصي، حتى لو وجدنا شيء قبل ما تشكي من أعراض فرح يكون غالبا يعني أقل من 1 سنتي، من نص لواحد سنتي، ما انتشر لسه العقد الإبطية. هون علاجنا فقط منشيل هالكتلة، ممكن نحتاج كم تجريف دكتور؟ بس استئصال العقدة فقط، يعني 1 سنتي بناخد 1.5 سنتي فقط، بعدين بنحتاج لعلاج شعاعي وعلاج هرموني، يعني بمنعنا من الامراضيات انه تكون الجراحة عنيفة نستأصل كامل الثدي، انه يكون علاج شعاعي عنيف، انه يكون كمان علاج كيماوي يمكن نستغني عنه في مراحله الباكرة. لذلك هو يعني الكشف المبكر
أدى إلى إنقاص نسبة الوفيات عالمياً وأدى إلى زيادة كشف الحالات المبكرة اللي علاجها كتير بسيط وسهل. دكتور، بما أنه عم نحكي عن موضوع الكشف المبكر، حكيت لنا أنه في مراحل بمر فيها سرطان الثدي بشكل عام. خلينا نحكي هاي المراحل كيف بتبلش وكيف بتتطور وشو بيختلف علاج كل مرحلة عن أخرى. تمام. هلا نحن سرطان الثدي بتشخص نسيجياً فقط عن طريق الخزعة. بعد ما شخصنا المرض في عنا عدة تحاليل بتصنف لنا المرض حسب المستقبلات الهرمونية، حسب جينة الهيرتو إلى ورم بطيء السير، ورم سريع السير، ثم بنعمل استقصاءات وفحص سريري لنحدد المرحلة أو الستيج تبع الورم من مرحلة 0 لمرحلة 4. طبعاً المراحل الباكرة من 0 و1 و2 هي علاج جراحي مع علاج متمم في أغلب الحالات. أما الدرجة الثالثة والرابعة فبيختلف تدبير كل حالة حسب المريضة وسوابقها المرضية. ولكن نحن يعني انه يجي مريضة مع سرطان الثدي بشكل نقائلي لا تتجاوز النسبة من 5-10%. الحالات الباكرة هي الأكثر، خاصة بعد برامج الكشف المبكر، فأغلبهم عم يجوا بمرحلة 1 ومرحلة 2، وهدول عم يتلقوا علاج جراحي محافظ مع علاج متمم في أغلب الأحيان بيكون شعاعي وهرموني فقط لا غير. تمام. دكتور، بدنا منك كلمة أخيرة على جميع السيدات والصبايا اللي هلا عم يتابعون على هوا الإخبارية السورية، خاصة بهذا الموضوع يلي طبعا عم نسلط الضوء عليه أيضا لزيادة التوعية بهذا الشيء. كلمة منك دكتور لكل شيء عم بيتابع. تمام. هلا أنا بنصح كل سيدة، طبعا نحن كلنا عيلة واحدة، المرأة السورية معروفة اللي تحت ظروف الحرب ما راح تخاف من إصابة بورم الثدي، إلا لا تترددي، لا تخافي، ساري فورا وروحي افحصي حالك واطمني، وخليكي على تواصل مع الأطباء ومع الخدمات المقدمة مجانا بكل المراكز والمشافي. شكرا كثير لك دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها ولهالنصائح اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. شكرا لك دكتور، نورتنا. شكرا.